بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعرف ازاي نقدر نسجل اي حاجة احنا بنعملها واحنا فاتحين المتصفح. لازم يكون فاتحين المتصفح ومن خلاله نقدر نسجل الشاشة بالصوت اللي فيها. لو احنا بناخد المحاضرة لايف نقدر نسجلها، جوجل ميت نقدر نسجله، بس لازم نكون المتصفح شغال. لكن لو نزلنا كده المتصفح اتقفل، التسجيل بيقف. بنروح هنا عند السيرش او الستار، ندور على سيتنج او نكتبها اس اي، على طول بيطلع لنا سيتنج. بننزل تحت عند جيمنج ونقعد نظبط الحاجات دي. اكس بوكس جيم بار، لازم نتأكد اللي دي اون. بعد كده بنرجع جيمنج تاني، الكابتشر ده المكان اللي احنا هنسجل فيه الفيديوهات اللي هتكون انشأت اثناء التسجيل. اثناء التسجيل بتاعنا ده المكان اللي هتسجل فيه. احنا ممكن نغيره من هنا، اوبن فولدر، نعمل الفولدر بتاعنا ونحط فيه الحاجات اللي احنا المكان اللي احنا عاوزين نسجل عليه. وممكن يجي باي ديفولت على طول، هو بيبقى في السي. لو انت عاوزين نغيره نخليه في الدي، بندوس هنا. بعد كده لازم نتأكد ان دي اون مش اوف، ودي كام ساعة احنا عاوزينها يقدر يسجلها، متواصل 30 دقيقة، ساعة، ساعتين، 4 ساعات، أنا بختارها ساعتين. هنا برضو الأوديو لازم يكون مفتوح. هنا الفيديو فريم ريت يستحسن يخليه 30، 60 بتبقى كبيرة جدا، 30 ريكومندد. الفيديو كواليتي ستاندر هاي برضو بيبقى كبير جدا، ستاندر كويس، ودي تبقى اون. بعد كده بنرجع للجيمنج تاني ونشوف جيم مود، لازم دي تبقى اون برضو. كده خلاص، كده احنا مستعدين نسجل اي حاجة بتحصل اثناء ما احنا شغالين على المتصفح. بندوس ستارت زائد جي، في علامة ستارت اللي هي 4 مربعات زائد جي، بندوس عليهم ستارت زائد جي، بيجيلنا الشكل ده. بندوس هنا على ستارت ريكورد فبتظهر لنا دي معناها دلوقتي انا بسجل اي حاجة بتحصل اثناء ما انا فاتح المتصفح بتاعي. كل اللي انا بعمله ده بيتسجل دلوقتي هنا، ودي مش بتظهر في الفيديو، بس بتبقى ايه، علامة كده اللي الفيديو شغال. اي حاجة بعملها هنا ده بيفضل شغال، بيسجل اي حاجة بتحصل، سواء محادثة، سواء تصفح، سواء اي حاجة بعملها، اي خطوة بعملها بيبدأ هو بيسجلها في الفيديو ده. طيب فرضا انا قفلت المتصفح او نزلت عملت مينيمايز، على طول ده بيخرج خلاص، كده هو كده دلوقتي سجل خلاص. طيب نروح فين مكان التسجيل؟ بنروح مكان ما احنا اخترنا التسجيل بتاعي، انا هحطه في الدي. كابتشر هو ده دلوقتي الفيديو اللي احنا سجلناه من شوية. انا دلوقتي ما بك...
مجرد ما انا بعمل مينيمايز او اقفل المتصفح بيقفل لي الفيديو اللي احنا سجلناه. عشان نفتح الريكوردنج ده بندوس ستارت مع زي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.